انه اتجه واخذ تجربه احترافيه ثانيه، والحمد لله انه جربنا تجربه احترافيه ثانيه ما اقدر اقول عليها يعني مو فاشله. الظروف هي اللي حتمت، والظروف اللي بعدت يعني نشأت عن المباريات. ليش بيتهمك الجمهور السعودي بالسلبيه تجاه اللاعب السعودي؟ شلون يعني؟ يتهمك انه تتعاطى بسلبيه مع اللاعب السعودي على ارض الملعب. لا بالعكس، بس لا بالعكس، يعني تعرف انا من النوع اللي ممكن حتى اليوم شفتني بالتمرين صالح يعني يوصيني يقول لي اليوم بالمناسبة نشأت اليوم ما ضيع ولا دقيقة ببيروت، تمرن اليوم مع نادي الأنصار، فما حدا يفكر انه جاي يلعب بنادي الأنصار، فقط تمرن مع لا طبعا مشكورين إدارة نادي الأنصار ومشكور المدرب انه طلبت من عندهم انه اكون موجود انه اتمرن، وهذه شيء جميل انه حتى اللاعبين يعني طبعا رحبوا بي، واحب اشكر اللاعبين. وتمرنت الحمد لله، انا تمرنت التمرين وقلت لك احنا نرجع لموضوعنا اكيد انه انا من النوع اللي في حريص في المباريات كثير، حتى ممكن انه ادخل دخلات قويه، فممكن انه هذا انه الجمهور او الشخص انه يفكر انه نشأت عنده شيء سلبي تجاه اللاعبين السعوديين. لا بالعكس، كلهم اخواني وكلهم اصدقائي. صح، انا بعرف هيك، بس هو يمكن سبب السؤال انه بعض الاعلام السعودي اعتبر انك بنهائي كاس اسيا لعبت بعصبيه شوي، وبمباراه سابقه بين السعوديه والعراق كانت بالدوره الدوليه بقطر اذا بتذكر، كمان اعتبروك شوي عصبي. هلا يمكن انت مقاتل بطبعك، ما بعرف. لا بالعكس، هم يعرفون هذا الشيء كل الجمهور. صدقني انا من كنت امشي في السعوديه كانوا محسسيني كل اخواني واهلي في السعوديه انه انا كمواطن، يعني ما انه يعاملوني معامله مواطن، انسان قريب عليهم من كل الجماهير الهلاليه الاتحاديه الاهلي جمهور الاهلي حتى جمهور النصراوي اللي انا تركت النادي ورحت النادي الشباب. وجمهور الشباب احب اوجه له التحيه انه جمهور وفي وجمهور دائما مساند للنادي. بتحن للعوده للسعوديه؟ والله صراحه انا من اشاهد مباريات الشباب استمتع لحد اللحظه، لحد هاللحظة انه من اشوف مباريات الشباب استمتع، اتذكر الذكريات الجميلة مثل ما اشاهد مبارياتنا مع المنتخب، وهذه اتذكر الذكريات الجميلة اللي كانت مع نادي الشباب. حسين تفضل. كيفك نشأت؟ شلونك؟ اهلا وسهلا. اريد اسألك، هل تشتاق للرجوع الى بغداد؟ شكرا. فتنا على الشق العاطفي، حلو جدا. من اللي ما يشتاق يرجع لبغداد؟ أكو ناس هواية ما عندهم هذا الحنين. بدي أسألك أنت شخصيا، هل في شعور داخلك مثلا لما تشوف بالتلفزيون شيء يألمك، أو أكو شعور هذا بداخلك بداخل صدرك؟ أنا قلت لك، من اللي ما يتمنى يرجع لبغداد؟ أنا اليوم كنت أتكلم بهذا الموضوع، قلت أتمنى من الله سبحانه وتعالى ينطيني يومين بس أرجع لبغداد أعيش حياتي الطبيعية اللي كنت عايشها في السابق. ليش احنا من دون الدول اللي 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 عندنا اجازه اسبوع او 10 ايام ما نرجع لبلدنا؟ ما نكون موجودين في بلدنا، ما نكون نشوف اهلنا. الفرحه اللي انحرمناها احنا كلاعبين انه كل الدول احتفلت بينا ما عدا الجمهور العراقي اللي بالعراق ما احتفل بينا اللي بالعراق. انا يمكن بذاك الوقت ممكن امي ما شفتها بذاك الوقت، كانت فرحانه بيا بس بالتليفون. فمن اللي ما يفكر بالعوده للعراق؟ يعني شيء صعب، صدقني شيء صعب. يعني انا ما اريد انه هذا ما اقدر اوصفه، هذا الموضوع ما صدقني ما اقدر اوصفه. شو اكثر شيء بتشتاق له بالعراق نشأت؟ والله كل العراق يعني صار 3 سنين مراجع. شنو يعني اتوقع واحد ما شايف اخته 3 سنين، لا اخته ولا اصدقاء ولا الناس ولا الجمهور اللي يحبه. انه مو شرط انه الجمهور، بس الجمهور اللي يحبك او اللي يريد من عندك صوره او اللي يريد من عندك، يعني كل الناس. يعني انا اهلي وناسي واصدقائي، الايام اللي كنت اقضيها بالعراق ما والله صدقني لو ملايين ملايين الدنيا كلها ما تغنيك عن بس دقيقه واحده شفت العراق، بس واحده قاعده واحده دقيقه واحده بس تقعد بالعراق هيك ترتاح. عم تشوف اهلك؟ حتى لو تشوفهم صدقني، حتى لو تشوفهم، انا امي موجوده وياي واخواني موجودين مقيمين وياي في الامارات، بس ما يعني هي مو شرط انه بس اهلك. يعني قلت لك انا اختي جيرانك الحي جيرانك اصدقائك. انا يعني انا احزن لحد قبل 3 ايام انا امي رجعت للعراق،
من أسألها على فلان تقول لي فلان يسلم عليك، فلان يسلم عليك، فلان مات، فلان تزوج يسلم عليك، فلان كذا فلان كذا، هذا شيء محزن. يعني من اللي ما يشتاق لهذه الأمور؟ يعني ما أقدر أوصف لك هذا الشيء. يعني مو إحنا ما أعرف، الله سبحانه الحمد لله وشكر، إحنا الله سبحانه وتعالى كاتب لنا هذا الشيء، إحنا نثبت للناس إنه إحنا إن شاء الله ماشيين بالطريق الصحيح، إحنا نخدم بلدنا بالشيء اللي إحنا ماشيين به بالرياضة. إحنا نحاول، وحتى الناس اللي تشكك بوطنية يونس فلان 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 فلان، كل الناس نقول لهم إحنا في مجال كرة القدم، في مجال الرياضة، إحنا نخدم بلدنا والباقي عليكم. يمكن الناس السياسيين، الناس، كل الناس، اخدموا العراق لاجل العراق، لا تخدمون العراق لاجل مصالح ثانيه. احنا ده نخدم المنتخب ونخدم نلعب للمنتخب، صدقوني لا فائده ماديه ولا فائده اي شيء، احنا نلعب لاجل العراق بس. وتشوف كل اللاعبين اللي خارطه العراق على ايده، واللي خارطه العراق، واللي كاتب العراق، واللي كاتبه، ورغم يعني الامور اللي والقوانين اللي يدخلها الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي، لكن نشوف العراق اللاعبين انه يظهرون شعارات ويظهرون أمور كثيرة. يعني يمكن بعرف جوابك، بس بدي أسألك، ليش ما بتعمل زيارة على بغداد مثلا؟ أرجع إن شاء الله، ما 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 أقدر أظل، يعني ما مستحيل إنه أقدر أظل مدة طويلة لهالفترة هاي، إنه أنا ما أرجع للعراق، لا أرجع إن شاء الله. أنا قبل 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 شهر كنت أفكر بالرجع للعراق، لكن ظروف اللي صارت اللي هسه قبل اسبوع، قبل 10 ايام شويه بعدت هذه الفكره عني. لكن ارجع للعراق، وكليتنا نرجع للعراق ان شاء الله. صدقني لو تكون مباراه في ملعب الشعب بحضور المنتخب الوطني نرجع كليتنا، وهذا شيء متفق عليه احنا كلاعبين. وكان كان مندوب مستشار رئيس الوزراء جانا قبل مباراتنا مع الصين، وقال انه نتمنى انه ان شاء الله انه تكون مباراه في ملعب الشعب مع اي نادي او اي منتخب عربي او اي منتخب انديه تكونوا موجودين. كليتنا قلنا له انه نكون موجودين ان شاء الله، فان شاء الله نكون موجودين ان شاء الله. بعتقد من حق، يعني انا بقدر ظروف نشأته، بقدر ظروف كل اللاعبين، وبعتقد كلنا بنقدرهم وبنعرف وضع العراق، بس من حق جمهور العراق انه يشوف احبائه ونجومه على ملعبهم، هي الملاعب اللي حضنتهم وانطلقوا منها. ويمكن فتنا شوي بجو حزين باقي دقيقتين او ثلاثه للحلقه، بس انا لا بتمنى انه بوقت قريب جدا، وقت نقول كلمه العراق، العراق اللي كلنا بنحبه، انه نرجع نبتسم ونضحك ونفخر، مش نكون حزينين مثل نشأة نجم كبير مضطر، او يعني مشاعر الحزن طبيعي انها تطلع وقت بنحكي عن هالموضوع، موضوع العراق. شكرا حيدر انك فتحت هالموضوع. تفضل سؤال اخير من الشباب. علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي الكابتن نشأة اكرم واسود الرافدين. كابتن نشأة، ماذا تقول لاهل العراق؟ ماذا تقول لاهل العراق؟ شكرا. والله اقول لهم الله يصبركم ان شاء الله، الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله إنه 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 تكونون قد المسؤولية، وتكاتفكم وتآزركم وهذه الصحوات اللي نشوفها إحنا بالتلفزيون من كل عشائر العراق، إنه نتمنى إنه كل الصحوات، كل عشائر العراق، إنه تكون على قد المسؤولية، حتى ما بعرف، ما عندي تعليق. يعني يمكن الدمعة أحيانا بتكون أهم من أي تعليق. الحمد لله، صح. الحمد لله.